سكشن 8 بحكي عن تيلر بولونوميال اند ماكلورين بولونوميال او سيريز. هلا هذا الموضوع بالذات طلاب الرياضيات وطلاب الهندسة راحين يتناولوه أكثر وبالتفصيل أكثر في مادة اسمها نيوميريكال أناليسيس. الموضوع بسيط كثير لكن فيه بده دقة زيادة شوي. هو إجمالا نيوميريكال أناليسيس الدقة فيها عالية لكن الموضوع سهل مش صعب يعني. حتى المادة سهلة جدا لكن الدقة فيها عالية كثير. تيلر اند ماكلورين سيريز بحكي انه اي بولونوميال مهم اي فانكشن عفوا شو ما كان نوعه ممكن احوله لبولونوميال. وهو بندرج تحت مفهوم موضوع اشي اسمه ابروكسيميشن ثيوري او نظرية التقريب. شو الهدف منه؟ انه في عندي اقترانات كثير عليها قيود undifferentiable discontinuous عند نقاط معينة، لكن هذا البولونوميال او هذا الفانكشن لو انا حولته لبولونوميال بولونوميال كونتينيوس اند ديفرنشابل ايفريوير. هلا تايلر وماكلورين بحول اي فانكشن في الدنيا الى بولونوميال حسب الدجري اللي بدك اياه. كل ما كانت الدجري اعلى كل ما كانت الدقه اكبر. يعني لو كان عندي الفانكشن 1 اوفر اكس 1 اوفر اكس راشنال فانكشن، هذا الفانكشن لو بدي احوله لبولونوميال باستخدام تايلر او ماكلورين بقدر احوله لبولونوميال، لكن كل ما كانت دقه درجه البولونوميال اعلى كل ما كانت الدقه او التقريب ما بين البولونوميال والاقتران الاصلي اقرب، وكل ما بعدت عن القيمه اللي موجوده عندي للبولونوميال الاقتران نفسه برضو ببعد. نفس الاشي في الماكلورين، والماكلورين حالة خاصة جدا 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 من تايلر. خلينا نشوف اول اشي شو يعني تايلر بولونوميال وشو يعني ماكلورين بولونوميال او سيريز وكيف بنوجدهم. تايلر ديفينيشن بحكي تايلر سيريز let f of x function with derivatives of all orders throughout some interval containing a. يعني الفانكشن اف هذا الفانكشن وكمان معه كل المشتقات على انترفال معينه تحوي النقطه اي از ان انتيريور بوينت، يعني اي جوا الفتره اللي موجوده عندي. Then the Taylor series generated by f at x equal a. التايلر سيريز المتولد من f حول x تساوي a is. أعطاك إياها بالشكل هذا بس أنا مش كثير بهمني هذا الموضوع. لاحظ كيف فكها شو جوابها. هاي f ال a زائد f prime ال a في x minus a زائد f double prime of a على 2 factorial في x minus a square زائد f triple prime of a over 3 factorial في x minus a cube زائد امشي خطوات مثلا وصلت لحد رقم 11 بصير f المشتقة العاشرة ل f على 10 مضروب في x minus a قوة 10 لان هاي f n هاي معناها المشتقة n ل a على n فكتوريال في x minus a قوة n etc لأنه goes to infinity. الماكلورين حالة خاصة من التايلر بتكون a فيها شو تساوي zero، فبتصير عندي f of zero plus f prime of zero في x plus f double prime of zero over 2 فكتوريال في x square plus f triple prime of 0 over 3 factorial في x cube etc to n. شو بنستفيد منه؟ ناخذ مثال. لو حكيت f of x equal 1 over x وناخذ a equal 2 والسؤال بده تايلر بولونوميال، وخلينا احكي هيك find
the tailor. Polynomial of degree 3. كأنه السؤال بحكي لي بدي تعطيني اقتران كثير حدود تكعيبي بدل واحد على X، وعندي قيمة A أو X اللي بحكي عنها about X equal 2 أو A equal 2 حسب السؤال. طالما بده of degree 3 انا بدي f of 2 صح، وبدي f prime of 2 وبدي f double prime of 2 وبدي f triple prime of 2 عشان اوجدهم f of x موجود معي، لكن بدي f prime و f double prime و f triple prime. فبنيجي نشتق f of x equal 1 over x، فبتصير عندي f of 2 1 over 2 f prime of x minus 1 over x square، فبتصير f prime of 2 minus 1 over 4 f double prime of x 2 over x cube. مظبوط، شو بدي احكي؟ ناقص مشتقة المقام على المقام تربيع، فبدها تصير ناقص وفي ناقص زائد 2x على x قوة 4 اللي هي 2 على x تكعيب. فشو بتصير عندي؟ f double prime of 2 2 over 8 equal 1 over 4 f triple prime of x equal minus 6 over x to the power 4 ولا لا؟ بدها تصير minus 6 x square على x قوة 6، فبدها تصير ناقص 6 على x قوة 4. فشو بتصير عندي؟ f double prime f triple prime of 2 minus 6 over 16 equal minus 3 over 8. شو صار عندي؟ الفانكشن او التيلر بولونوميال هو بده p 3 of x polynomial of degree 3 of x about x equal 2. حسب القانون f prime sorry without prime f of 2 plus f prime of 2 في x minus 2 plus f double prime of 2 over 2 factorial في x minus 2 square plus f triple prime of 2 over 3 factorial في x minus 2 cube. واضح انه polynomial of degree 3 لانه هاي عدد وهاي عدد في اقتران خطي وهاي عدد في اقتران تربيعي وهاي عدد في اقتران تكعيبي، فالمحصلة لهم كلهم بكون polynomial of degree 3. شو بتصير عندي؟ هاي تساوي p 3 of x equal 1 over 2 minus 1 over 4 في x minus 2 plus 1 over 4 وفي عندي كمان 2 1 over 8 في x minus 2 square minus في عندي 3 over 8. مظبوط، في عندي 3 مضروب في المقام 1 over 16
لانه بدها تصير 3 48 1 over 16 minus 1 over 16 في x minus 2 cube. هلا ممكن واحد يحكي لي طب يا استاذ ليش احنا عملنا هيك؟ شو الميز اللي عملناه هون؟ طالما بتعوض عدد قريب من الاثنين في الاقتران الاصلي وفي البولينوميال الاصل يعطيك القيمتين قريبات من بعض، يعني لما تروح مش هلا جرب عوض 2 و1%. لما تعوض 2 و1% في 1 على اكس راح يعطيك اجابه، ولما تعوض 2 و1% في الاقتران هذا في البولينوميال هذا راح يعطيك برضو اجابه. هذول الاجابتين قريبات جدا جدا من بعض. لكن اذا بعدت عن الاثنين على سبيل المثال الواحد اجي يعوض 5، لما تعوض 5 في الاقتران الاصلي وتعوض 5 هون راح تكون الاجابات بعيده عن بعض. وهي اول سيئه من سيئات التايلر. التايلر بعطيك بولينوميال والماكلورن حاله خاصه من التايلر، الماكلورن عند الصفر. تايلر عند الصفر هيك الماكلورن. الحسن اللي موجود عندي او الادفانتج اللي عندي انه هو بحول لي الفانكشن اللي موجود عندي لبولينوميال، وهي حسني راقي جدا. حولت لبولينوميال كونتينيوس عند ديفرنشال افري وير. لكن السيئه انه لما بدي اجي اشوف شو الفرق بين القيمه الحقيقيه والقيمه التقريبيه، لما تبعد عن ايه بتصير القيم مش حقيقيه. لما تبعد عن ايه بتصير القيم مش حقيقيه. عشان هيك كل ايه جديده، يعني لو حكى لي بده اوجد قيمه تقريبيه عند الخمسه وعشر، بجرب بحط عند الخمسه، بعمل تايلر عند الخمسه، بنفعش تايلر عند الاثنين وبنفعش ماكلورن. لو حكى لي بده قيمه عند الواحد بالميه باخذ ماكلورن. تمام، هاي المقصود فيها. واضحه هاي النقطه؟ شوف مثال على الماكلورن. Find the maclaurin series for f of x equal e to the power x. واحد ممكن يحكي لي طب يا استاذ انت قاعد بتحكي لي f of x over e to the power x، وحكيت لي ماكلورين سيريز، ما حكيت ليش بولينوميال اوف ديجري وات. مزبوط اباوت اكس ايكوال زيرو، هاي لانه الماكلورين تعريفها تايلر اباوت اكس ايكوال زيرو. لكن سيريز هون، طب شو الديجري؟ في حال انه كان بهذا الشكل السؤال بدك تعمل السيريز كامله وتكتبها بالشكل الصيغه العامه على شكل سميشن. طب كيف بدك تكتبها؟ اكتب اول 4-5 حدود وشوف شو بيطلع معك. اكتب اول 4-5 حدود وشوف شو بيطلع معك. هلا انا عندي f of x equal e to the power x، f prime e to the power x، f double prime e to the power x، f n prime of x. لاحظ القوة اذا كانت بين قوسين للفانكشن فهي درجة المشتقة. القوة إذا كانت بين قوسين للفانكشن فهي درجة مشتقة وليست قوة، يعني هي مش F قوة N، هي المشتقة N لF برضو راح تكون E to the power X. معناته فيهم كلهم راح تكون إيش؟ E to the power X في هذا الفانكشن. ولما نعوض زيرو طالما ماكلورين أنا بدي أوجد F of zero 1 و F prime of zero 1 و f nth prime of zero برضو. طب خلينا نشوف البولينوميال شو صار. حسب القانون شو بدي احكي؟ f of zero مزبوط plus f prime of zero في x plus f double prime of 0 over 2 factorial في x square plus f triple prime of 0
over 3 factorial في x cube plus f nth prime of 0 over n factorial في x و n مظبوط plus go to infinity. شو صارت هاي؟ 1 مظبوط plus x plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus لو بدي اكمل كمان حد over plus x قوة n n factorial plus etc. طب نكتبها على شكل سيريز، ما هي سيريز، هاي حدود وبينهم سيريز مظبوط. شو بدها تكون؟ summation n equal 0 to infinity مظبوط، او بلاش n لانه n استخدمناها k x قوة k على k فيكتوريال. جرب يلا عوض الصفر، x قوة صفر واحد على صفر في مضروب واحد، هاي واحد زائد عوض الواحد، x قوة واحد x على واحد مضروب واحد، عوض الاثنين، عوض الثلاث، عوض الاربعة اتسيتر. اذا هاي البولينوميال اللي بيحكي عنه الماكلورين سيريز. فالفرق بين انه يحكي لك ماكلورين بولينوميال of degree 5, 3, 2 etc او سيريز ان جنرال، اذا حكى سيريز بدك تعمل مجموعة حدود تحط الصيغة العامة. find a Taylor series، هذا اللي حلناه 1 over x وبدو اياه على شكل سيريز، فراح اوجد اول حد، ثاني حد، ثالث حد، رابع حد etc. كتبهم بالشكل هذا n factorial وطلع معه الحد العام بهاي الطريقة. طبعا هو بعديها بحكي انه امتى بيكون كونفيرج وامتى دايفيرج، امتى بيكون هذا الحد كونفيرج وامتى بيكون دايفيرج، هيها واضحة من هون اصلا. هاي امتى بتكون كونفيرج؟ سوري، هاي امتى بتكون كونفيرج؟ هاي واضح انها جيومتريك، بتاخذ ابسوليوت فاليو صح؟ هذا باور سيريز، بتاخذ ابسوليوت فاليو بتروح السالب واحد قوة ان، تصير اكس ناقص اثنين قوة ان على اثنين قوة ان زائد واحد. هاي بتكون كونفيرج اذا كانت حسب الجيومتريك سيريز اي على 1 بلس على 1 ماينس 1 ماينس ار، فبتطلع واحد على اكس. لما تكون قيمة واحد على اكس اقل من واحد، وهي بحكيها هون، بحكي لك in this example Taylor series generated by converges to 1 over x for absolute value ل x less than 2. شو يعني absolute value ل x less than 2؟ معناته x بين 0 و 4، اذا باخذ قيمة x بين 0 و 4 بيكون هو converge، بيكون هاي السيريز converge عادي. كيف الباور سيريز كنا نبحث في الكونفيرجنت إلها، امتى بتكون كونفيرج؟ اخذ ابسوليوت فاليو، مش كنت اول اشي اخذ ابسوليوت فاليو وبعدين اتعامل مع الكونفيرجنت. وهي هو بحكي لك this is a geometric series with first term 1 over 2 والراتيو r minus x minus 2 over 2. هاي قيمة r على الجيومتريك، هاي قيمة R وهي قيمة A، مش A على 1 minus R. هلا امتى بتكون هذه صحيحة؟ إذا كانت الأبسوليوت فاليو لهاي less than 1. أبسوليوت فاليو لهاي less than 1 معناته أبسوليوت فاليو ل X minus 2 less than 2. نفس الإشي على الماكلورين، هاي الماكلورين polynomial of degree N هون بحكي، وهين بده تيلر بولينوميال. طلع هو شو بحكي لك؟ تيلر بولينوميال about x equal 0. شو هذا؟ ماكلورين، هذا ماكلورين. يعني ممكن اشيل انا تيلر بولينوميال about x equal 0 واحط ماكلورين بولينوميال واعملها لمين؟ لاي قوة x، فطلعت معه هاي اللي حلناها.
الماكلون سيريز. مثال اخر بحكي لك لكوساين اكس اباوت اكس ايكوال زيرو. نجرب يلا مع بعض. ها قبل ما نشوف الحل لانه برضو بده سيريز، هو طالب سيريز. بحكي لك اف اوف اكس ايكوال كوساين اكس والاكس اباوت اكس ايكوال زيرو. شو بدي؟ اف برايم اوف اكس ماينس ساين اكس، اف دبل برايم اوف اكس ماينس كوساين اكس، اف تريبل برايم اوف اكس ساين اكس. هلا بترجع بعيدوا نفسهم هذول ولا لا؟ يلا اف هو 4 اكس، شو راح ترجع؟ كوساين اكس. اف 5 ماينس ساين اكس اتسترا. هلا بدي ارجع عند الصفر. هون هون للاولى اف اوف زيرو 1، اف برايم اوف زيرو 0، اف دبل برايم اوف زيرو ماينس 1، اف تريبل برايم اوف زيرو 0، اف فورث برايم اوف زيرو 1 اتسترا. شو بنلاقي هون؟ لاحظ انت في هذول اف اذا القوة 2k، اذا الدرجة زوجية اوف زيرو شو راح تطلع؟ 1 اور ماينس 1 مزبوط؟ واذا القوة او اللي هي درجة المشتقة 2k بلس 1 اوف زيرو شو راح تطلع؟ زيرو. طيب خلينا نفكهم يلا. شوف شو صار عندنا. اول واحدة اف اوف زيرو بلس اف برايم اوف زيرو. ايه؟ عوض كي صفر. عوض كي صفر يلا. واحد. عوض كي اثنين. كي واحد. ثلاث. عوض كي اثنين. خمسة. عوض. استاذ معروف العدد اخذته انتو على فكرة في صف عشر. الزوجة صورته دائما 2 كي والفرد 2 كي زائد 1 او ناقص 1 زي ما حسب شو كي بدك تبداها يعني، بس انا دائما ببدا كي صفر مزبوط. في اكس بلس اف تريبل برايم اوف 0 اوفر 2 فيكتوريال في اكس سكوير بلس اف تريبل برايم اوف 0 اوفر 3 فيكتوريال اكس كيوب بلس بلس اف قوة 2k اوف 0 اوفر 2k فيكتوريال في اكس قوة 2k صح؟ طب ليش ما كتبتش اللي قبلها واللي بعدها؟ زيرو مزبوط؟ لانه هاي زيرو قيمتها اذا القوة فردية زيرو. طيب فكهم شو بتصير؟ الاولى واحد صح؟ الثانية صفر. الثالثة ناقص واحد على اثنين مضروب في اكس سكوير. الرابعة صفر. الرابعة صفر. الخامسة زائد واحد على اربعة مضروب. اربعة مضروب. استاذ احنا بدينا باول حد صفر، فلذلك رقم اربعة بيكون الحد الخامس. في اكس قوة بلس زيرو اللي بعديه شو بده يصير؟ ماينس 1 اوفر 6 فيكتوريال اكس قوة 6 اتسترا. طيب يلا شو بدها تصير هلا عندي؟ سميشن كي equal 0 to infinity. هلا كلنا متفقين على انه هون 2
كي فيكتوريال. هاي متفقين عليه، ومتفقين على انه كمان اكس قوة 2 كي. شو ظل هون؟ ظل انه يعطيني مرة موجب مرة سالب، مرة موجب مرة سالب، مرة موجب. شو هذا؟ سالب واحد قوة قوة كي، لانه كي مصفى. جرب عوض. انت شايف كيف بنوجد احنا السيريز؟ جزئهم كل حد لحال. هاي اكس، اكس بتاخذ قوة زوجية، معناته اكس بدها تكون قوة 2 كي. والمضروب بس عدد زوجي اللي بناخذه مضروب، لانه العدد الفردي مضروب في صفر فراح يروح. تمام؟ معناته برضه 2 كي فيكتوريال. العداد موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب، هو سالب واحد قوة كي اذا بدها تبدا كي من صفر، واذا بدها تبدا كي من واحد قوة كي زائد واحد او كي ناقص واحد مش عارف. واضح؟ واضح كيف بنوجد تايلر سيريز وماكلورين سيريز او بولينوميال حسب الدجري. اذا حكالي بولينوميال اوف ديجري 5 خلاص بكفي لحد المشتق الخامس ووقف. طبعا بولينوميال اوف ديجري 5 معناته ست حدود، لانه اول حد اللي هو k equal 0 او n equal 0. تمام؟ هاي بعطيك امثلة، واحد على واحد ناقص x راح تطلع السميشن لإكس قوة إن، واحد على واحد زائد إكس ناقص واحد قوة إن في إكس قوة إن. إي قوة إكس حليناها، ساين الإكس بتطلع بالشكل التالي، كوساين الإكس حليناها. طبعا ساين الإكس بتطلع إيش؟ فردي مش زوجي. كوساين الإكس تطلع زوجي اللي حليناها. لين الون بلس إكس بتطلع بالشكل التالي. طبعا هون استاذ ممكن يعني تصير عندك شيء معين هون على فكره. بتعرف هاي من وين بجيبها؟ هاي لان الواحد زائد اكس. شو العلاقه بين هاي وهاي؟ تكامل لهاي بيطلع هاي صح. شو التكامل لهاي؟ طب اعمل التكامل لهاي. تكامل لهاي بدك تعمله يصير اكس قوة ان زائد واحد على ان زائد واحد صح؟ بدك تقول لي طب مش موجودة هون؟ لا ما هي موجودة، ما هو بدأ ان من واحد. هون ان من وين بدأت؟ من صفر. هون ان من وين بدأت؟ من واحد، فراح تطلع هاي هي نفسها. لان الواحد زائد اكس على واحد ناقص اكس، طبعا مش بالضروري هاي مش مطلوبة، هاي مش مطلوبة لانه تانش انفرس هذا ما تعلمناه احنا. tan inverse of x بنفس الطريقة. تمام؟ اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد.